معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن نادر السيد، نتكلم معاه عن مواجهه الغد ان شاء الله ومواجهه اليوم بقى خلاص مصر وكوت ديفوار. يا كابتن نادر صباح الفل عليك، مشرف ومنور. كابتن كريم صباح الفل، ازاي حضرتك؟ اخبار اخبارك ايه؟ والله كله تمام زي الفل. قول لي بقى، قول لي بقى ان انت متفائل زي، طمني أكيد. كده متفائل. على فكره انا كنت معاك اخر مره وقلت لك ان انا متفائل جدا بالمنتخب. وانا يمكن اعتقد ان في كتير من الكلام اللي قاله صلاح في المؤتمر الصحفي النهارده انا قلته، وقلت ان احنا ما ينفعش ان احنا ننتقد المنتخب وننتقد كيروش في وسط البطوله ونقول بطوله كيروش لازم يمشي ونجيب مدرب تاني جديد وايا كان مين المدرب الموجود، يعني الكلام مش واقعي ابدا ابدا ابدا. تسريب الارقام عشان خاطر ان يعني بنقول للراي العام احنا ملناش دعوه، احنا المشكله في اللي قبلينا والمشكله في اللي بعدينا، كلام الحقيقه متحفظ عليه جدا. صح. لان احنا في الاول والاخر كلنا بنكمل بعض، مفيش فرق ابدا ما بين الاتحاد السابق والاتحاد الحالي والاتحاد اللي جاي والاتحاد لا، واحنا في واقع كمان يا كابتن نادر خلاص بقى، يعني حتى لو حد غلط ولا ما حدش غلط احنا خلاص في واقع ده اسمه دلوقتي مدير فني المنتخب مصر. كابتن كريم انا ما باجي بتولى مسؤوليه حاجه ايا كان مدرب او حتى مسؤول، ما ينفعش ان انا اتكلم على اللي قبلي بالسلب، في الاخر في حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه وانا جاي عشان اكمل مسيره الايجابيات واقلل السلبيات، ده طبيعي. وفي نفس الوقت يعني كلنا احنا، ما هي دي المشكله اللي بتقابلنا في كتير من الشركات او المؤسسات او ايا كانت ايه، ان احنا في الاخر بنبتدي من اول سطر، بنمحي اللي قبلنا ونبتدي من اول سطر ونمحي ونفضل كده وهكذا. اللهم الا يعني بنستثني الفتره اللي فاتت بالتدخل القوي من خلال الحكومه من خلال سياده الرئيس، ان المسيره متواصله بقالها سنين السنين، فبالتالي تحقق نجاحات. يعني ده ابرز مثال قدامنا ان لولا الاستمرار والاستمرار القوي في التطوير في جميع المجالات وسنه ورا سنه ورا سنه في الاخر بنشوف نتيجه. فاعتقد ان احنا لو خدنا المثال ده على كرة القدم وإدارة كرة القدم هتلاقي إن حتى إدارات الأندية لو جت تكمل اللي قبليها، مش بس تفطس في اللي قبليها وتكسر بقى وتقول إحنا بنبتدي من أول السطر، فهنفضل نبتدي من أول السطر على طول. صحيح. طيب عايز أسألك على غدا إن شاء الله منتخبنا الوطني ومواجهة كوت ديفوار، أو برضه اليوم يعني دايما بنقول غدا. التشكيل متفائل التشكيل كابتن كريم، المشكلة إن إحنا بنعظم المنافس وبنقلل من نفسنا. ايوه يعني الله الله الوصف ده عظيم والله يا كابتن نادر، والله دايما بقول كده ان احنا دايما نتعامل مع المنافس ان هو القوه التي لا تقهر واحنا مش موجودين. انا مش فاهم الحقيقه. يعني احنا عمالين نعد اللعيبه وبننسى ان احنا عندنا لعيبه، حتى لو بننسى ان احنا عندنا صلاح والنني والسوليه وعبد الله وحجازي وشناوي، بننسى بننسى القوه بتاعتنا. صح. يعني صح. انما احنا عمالين نعد في لعيبه كوت ديفوار ونسيين ان احنا عندنا واحد من افضل اللعيبه في العالم. صحيح. صلاح يعني. صحيح. وبعدين على فكره يعني مقوله ان المنتخب ده منتخب صلاح، او منتخب صلاح ايوه زي منتخب البرتغال، ما هو منتخب كريستيانو. صح. كل فريق عنده نجم. ليه ونروح بعيد ليه يا كابتن نادر؟ ما احنا كنا بنلعب كوت ديفوار نقول منتخب دروجبا، نلعب كام نقول منتخب ايتو، نلعب بالزبط. منتخب توجو نقول منتخب اديبايور، يعني كان ده في قارتنا، احنا بنلعب معاهم، كنا بنقول المنتخب ده بيلعب فيه فلان وفلان. عالميا الارجنتين منتخب ميسي. صح. منتخب مارادونا، يعني في لعيب بيعمل الفارق، ده طبيعي جدا طبعًا. جدا يعني طبعا. من حسن حظنا ان احنا عندنا صلاح. مظبوط. فنبني عليه كويس جدا. انا متفائل جدا قدام كوت ديفوار، وهزيد في التفاؤل اكتر قدام السنغال، لان احنا فرقتنا قويه. صح. وبعدين احنا شفنا البطوله. صح. يعني احنا للاسف احنا ما بنشوفش غير نفسنا بس. صحيح. شفنا ان نيجيريا اللي احنا كنا معظمينها بنقول فريق قوي، احنا اللي ما كناش موافقين، ما كناش في يومنا. مظبوط. منتخب تونس اللي هو ثالث مجموعته بيكسب نيجيريا. صحيح. النهارده ملاوي مع منتخب المغرب، لو يعني كان عندهم شويه تنظيم هجومي كان ممكن جدا يكسبوا 2-0. لا بس دي شويه هقول لك فيها، انه المغرب النهارده كابتن نادر لعبت مباراه قويه جدا، يعني المغرب هي اللي ممكن كانت تكسب 6 يعني برضه. يعني المغرب كان حظها وحش قوي النهارده. معلش بس الكوره بس في النهايه المباراه كانت 2-1. صح. يعني انا معاك انه ممكن تتغير يعني. بالظبط. صحيح. بالزبط. صحيح. فهي في الاخر جامبيا وغينيا في الدور في جامبيا في الدور الثمانيه،
يعني انا مش شايف امبارح 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 يا كابتن نادر، افكر بس مع حضرتك، امبارح جزر القمر قدام الكاميرون بتلعب ب10 لاعبين، والليفت باك بيلعب حارس مرمى، وكانت ممكن وضيعت فرصه في الاخر واتغلبت من الكاميرون 2-1 بس. بالظبط بالظبط صحيح. احنا بقى لو فضلنا نقول لك اصل دي والكاميرون يا جماعه وفظيعه، واحنا بنسال نفسنا يعني صح. انا دايما بقول الكلام ده يا كابتن، انا احترم المنافس طبعا، وما انساش احترام النفسي. صحيح. لازم احترم نفسي، لو انا ما احترمش نفسي مش هحترم حد. صحيح. طيب على ضوء التشكيل، انا قلت تشكيل في بدايه الحلقه، هو التشكيل غالبا ان شاء الله اللي هيلعب بكره محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وعبد المنعم وحجازي وفتوح حمدي فتحي والسوليه والنني وزيزو وصلاح ومرموش، التشكيل ده لو لعب بكره رايك فيه ايه؟ انا شايف علاء افضل من محمد منعم بصراحه. محمود علاء. انا شايف كده بصراحه. عنده خبرات افريقيه ولاعب قوي، لاعب سريع، الهيدر بتاعه كويس. انا شايف الحقيقه ان علاء لو كان خد فرصه في الماتشات اللي فاتت كان هيظهر بشكل كويس قوي. فتوح معرفش هو جاهز خلاص؟ جاهز. جاهز يا كابتن. او انا شايف ان ايمن اشرف ممكن يكون كمان بديل برضو افضل للونش لو لعب ناحيه الشمال، عشان خاطر احنا عندنا دايما فتوح بيزيد، فبيحتاج حد يكون عامل تغطيه ورا فتوح خاصه من الاثنين السنتراكات. صحيح. انا شايف يا اما علاء يا اما منعم. كويس طبعا، لعيب كويس جدا وعنده مستقبل كويس، بس ممكن مش دلوقتي، ممكن بعدين. فانا شايف الحقيقه يا علاء يا ثلاثي الوسط، ثلاثي الوسط النني والسوليه وحمدي فتحي، رايك ايه؟ لا انا شايف ان عبد الله سعيد مكان مين؟ مكان حمدي فتحي. مكان حمدي فتحي. مش قلقان عبد الله السعيد مع القوى البدنيه الكبيره لمنتخب كوت ديفوار؟ يلعب 8 يعني، لازم يلعب 8 كمان. عبد الله السعيد قوي برضه على فكره. انا فاهم طبعا، بس انا بكلمك القوى البدنيه كمان والسرعه والارتدادات رايح جاي. لا يعني لا بالعكس، اكيد بدنيا عبد الله السعيد وجوده مهم جدا في الماتش ده بالذات. لان عبد الله هو بيلعب 8 وبيلعب 10، يعني اللي هو بيلعب نص ملعب فهم. وفي نفس الوقت ممكن يلعب بلاي ميكر. هتلاقي في مساحات كتيره مع في فريق كوت ديفوار لانهم بيهاجموا، فبالتالي هتلاقي مساحات كتيره جدا بتحتاج رؤيه للمساحات الفاضيه عشان صلاح وسرعه صلاح مثلا او سرعه مرموش. في مباراه في مباراه المنتخب النيجيري قلنا لو كان عايز يلعب بصلاح مهاجم كان لاعب زيزو هو اللي على اليمين مش مصطفى محمد، فدلوقتي هو بيلعب زيزو فعلا وصلاح ومرموش. رايك ايه في الثلاثي الهجومي؟ انا شايف الحقيقه ان زيزو وصلاح ومرموش. انت قصدك على ثلاثه مهاجمين يعني؟ انا شايف، لا انا شايف الحقيقه ما اعرفش التشكيل النهائي ايه، بس انا شايف التشكيل الطبيعي جدا النني والسوليه وقدامهم مصطفى، قدامهم قصدي عبد الله، وقدام مصطفى محمد، وعلى اليمين صلاح وعلى الشمال مرموش او تريزيجيه، يعني على حسب الاجهد فيهم يعني. كابتن الكبير كابتن نادر السيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.